سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا أينما كنتم. من تلفزيون جمهورية جيبوتي أحييكم وأقرأ على حضراتكم نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. مجموعة توش رود تتمركز في جيبوتي للاستثمار في قطاعات مختلفة. وفي نشرتنا الإخبارية لهذا المساء، افتتاح مؤتمر إقليمي حول الهجرة في فندق كامبانسكي بالاس. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، من تلفزيون جيبوتي، ترأس فخامة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة سيد إسماعيل عمر جيل الصباح اليوم حفلا مكرسا للتوقيع على مذكرة تفاهم بين معالي رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد ورئيس مجموعة توش رود جروب الصينية، وذلك لتمويل عدد من المشاريع في جمهورية جيبوتي. إذن بحضور فخامة رئيس الجمهورية، وقع سيد عبد القادر كامل محمد رئيس الوزراء والمستثمر الصيني رئيس مجلس إدارة مجموعة توش رود السيد لهوي، وقعا على اتفاقية تمويل للعديد من المشاريع التنموية في جمهورية جيبوتي. حضر حفل التوقيع على هذه الاتفاقية سفير الجيبوتي في الصين السيد عبد الله عبد الله ميغيل، ورئيس سلطة المواني والمناطق الحرة سيد أبو بكر عمر حدي. وفي تصريح لوسائل الإعلام المحلية عقب توقيعه على الاتفاقية المذكورة مع دولة رئيس الوزراء، عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة توش رود جروب الصينية عبر عن ارتياحه للتوقيع على هذه الاتفاقية التي قال إنها نتاج مساعيه التي بذلها من أجل افتتاح مركز لشركته العملاقة. وأشار إلى أن هذه المجموعة ستستثمر في قطاعات عديدة من بينها قطاع السياحة، وأشار إلى أن السفن التابعة لهذه المجموعة ستعمل أيضا في جمهورية جيبوتي، كما لفت المستثمر الصيني سيد هي لهوي لفت النظر إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية جاء بمبادرة من سفير جمهورية جيبوتي في الصين سيد عبد الله عبد الله ميغيل، وذلك خلال زيارة فخامة رئيس الجمهورية إلى الصين، حيث تم إرساء علاقات تعاون بين الجانبين. بدوره تحدث رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، تحدث عن الأهمية الاقتصادية للمشاريع المذكورة والتي سيتم استثمارها من قبل هذه المجموعة الصينية. وقال سيد كامل إننا وقعنا اليوم اتفاقية مهمة ومذكرة تفاهم مع المستثمر لهوي، وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة توش رود، وقال إن هذه المجموعة ستستثمر في عدد من المشاريع التنموية من بينها قطاع السياحة، حيث ستعمل في جزر الإخوة السبعة. وأشار أيضا أنها ستستثمر أيضا في منطقة خور عنجار، وستقوم ببناء محطة لبناء وترميم السفن في منطقة أبخ. وأشار إلى أنه أيضا سيتم في إطار هذه الاتفاقية بناء عدد من الفنادق السياحية في جمهورية جيبوتي. في سياق متصل، أجرى الزميل مصطفى إبراهيم من القسم الفرنسي في هيئة الإذاعة والتلفزيون مقابلة مع رئيس سلطة المواني والمناطق الحرة سيد أبو بكر عمر حدي، والذي حدثنا عن أهمية هذه الاتفاقية قائلا إن مجموعة توش رود جروب مجموعة عملاقة ويقع مقرها الرئيسي في شنغهاي، ولديها مكاتب وفروع عدة في كل من أمريكا الشمالية وأستراليا وغيرهما من الدول والمناطق. وأشار إلى أن هذه المجموعة قررت أن تتخذ جمهورية جيبوتي مقرها الإقليمي، حيث تعتزم الاستثمار في القطاع السياحي. وأشار أيضا إلى أن من أهم العوامل التي جذبت هذه المجموعة إلى جمهورية جيبوتي الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تتمتع به جمهورية
جيبوتي. ولفت النظر إلى أن هذه المجموعة أيضا تعتزم حوض بناء السفن أو ورشة لتصليح وترميم السفن في منطقة أبخ بشمال البلاد. في شأن وطني آخر وبرئاسة النائب إدريس أرنود علي رئيس البرلمان، انعقد مؤتمر رؤساء مختلف اللجان البرلمانية اليوم الاثنين 27 من شهر يناير عام 2014 في صالة اللجان بالمقر المؤقت للجمعية الوطنية. ومثل الحكومة في هذه الجلسة دولة رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد ووزيرة الرقية المرأة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حسناء برخة داود. كما شارك في هذه الجلسة أيضا نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان البرلمانية ورؤساء المجموعات البرلمانية إضافة إلى المقرر العام. وكان في جدول أعمال هذه الجلسة تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة الرابعة للدورة الاعتيادية الثانية للهيئة التشريعية السابعة، وكذلك إسناد المشاريع الآتية إلى اللجان المعنية: مشروع قانون يتعلق بتبني الحسابات المالية للشركة العقارية الجيبوتية في الأعوام المالية 2009-2010-2011، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لتمويل مشروع بناء طريق تجر بلحو الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وكذلك مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية قرن وقع بين جمهورية جيبوتي وبنك تصدير والاستيراد لجمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف تمويل مشروع بناء البنى التحتية المائية. وتم خلال هذه الجلسة أيضا تحديد المشاريع المدرجة في جدول أعمال الجلسة العامة المقبلة التي أعلن عنها رئيس البرلمان، وأكد أنها ستنعقد في يوم الأربعاء المقبل 29 من شهر يناير الجاري ابتداء من 8:30 صباحا. عقد معالي وزير الاقتصاد والمالية سيد الياس موسى الدولي يوم أمس اجتماع عمل مع وفد فني من الصندوق السعودي للتنمية بقيادة السيد فوزي بن علوان آل سعود، وكان برفقته المستشار الفني لشؤون الاستثمارات لفخامة رئيس الجمهورية السيد فهمي أحمد الحاج. وخلال اللقاء ناقش الجانبان عدد من الموضوعات والمشاريع المستقبلية التي سيتم بناؤها وتمويلها من قبل الصندوق السعودي، من أهمها بناء 1000 وحدة سكنية في نقطة الكيلو 12 مخصصة للعوائل الفقيرة، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 30 مليون دولار. كما ناقش الجانبان مشروع آخر يتعلق بتجهيز ميناء تجر، وذلك برأس مال يصل إلى نحو 6 ملايين فرنك جيبوتي. وتطرق الاجتماع أيضا إلى عدد من المشاريع التي يقوم بتمويلها الصندوق السعودي للتنمية. أعزائنا المشاهدين لحظات ونقف مع أذان صلاة المغرب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة حي على الصلاة
على الفناء. هيا على الفناء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أن صلاة المغرب، ونواصل ما تبقى من هذه النشرة من تلفزيون جيبوتي. نظمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا يوم أمس في فندق شيراتون بجيبوتي العاصمة، نظمت ورشة لتقديم مشروع إدارة المعطيات الطبوغرافية الرقمية في جمهورية جيبوتي. وجرت فعاليات هذه الورشة حفل افتتاحها برعاية معالي وزير التجهيزات والنقل سيد موسى أحمد حسن، وبحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالسكن السيدة أمينة عبد آدم، إضافة إلى السفير الياباني المعتمد لدى جمهورية جيبوتي، وممثلين للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا، ووكلاء مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية. ويهدف مشروع إدارة المعطيات الطبوغرافية الرقمية إلى تقديم خرائط عن المعطيات الطبوغرافية للقسم الفني لإدارة التجهيزات والنقل، وذلك لتسهيل تنقل الأشخاص في المناطق الحضرية خاصة مدينة جيبوتي هذا. وستتسلم وزارة التجهيزات والنقل هذه المعطيات الطبوغرافية في شهر مارس المقبل، ليتم بعد ذلك طرحها على السوق الجيبوتية. من ناحيتي، ألقى سفير الياباني المعتمد لدى جمهورية جيبوتي كلمة في هذه المناسبة، أعرب فيها عن سروره للمشاركة في حفل افتتاح أعمال هذه الورشة المتعلقة بإدارة المعطيات الطبوغرافية الرقمية لمدينة جيبوتي. وأكد كذلك السفير الياباني المعتمد بأن حضور معالي وزير النقل والمعدات السيد موسى أحمد حسن وبقية أعضاء الحكومة يجسد الاهتمام الذي توليه الحكومة لإدارة المعطيات الطبوغرافية الرقمية. ونوه إلى أنه خلال العامين الماضيين قام فريق من الخبراء التابعين للوكالة اليابانية للتعاون الدولي وكذلك شركة باسيكو اليابانية بتقديم هذه المعطيات للقسم الفني، وبتعاون وثيق مع الأقسام الأخرى المعنية بهذا المشروع، وتقدر تكلفة هذا المشروع بحوالي 154 مليون دولار. بجانبه، ألقى معالي وزير التجهيزات والنقل سيد موسى أحمد حسن ألقاه والآخر كلمة في حفل افتتاح أعمال هذه الورشة التي انعقدت في فندق شيراتون بجيبوتي العاصمة، عبر فيها بداية عن ارتياحه لتقديم مشروع إدارة المعطيات الطبوغرافية الرقمية الذي أنجزته الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جيكا. وأشار معالي الوزير موسى أحمد حسن إلى أن هذه الورشة تؤكد على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا المشروع، وقال إن هذا الأمر يدل على علاقات الصداقة والتعاون الثنائي المتميز بين جمهورية جيبوتي واليابان. احتضن فندق كامبانسكي بالاس بجيبوتي العاصمة صباح هذا اليوم مؤتمرا اقليميا حول الهجرة، اقيم من قبل منتدى مثقفي القرن الافريقي الكبير. ومن المقرر ان تتواصل فعالية هذا المؤتمر الاقليمي حول الهجرة لمدة 3 ايام
حيث يعكف المشاركون الذين يمثلون الدول الأعضاء في هذه المؤسسة أي منتدى القرن الأفريقي الكبير يبحثون السبل الكفيلة بوضع حد لمشكلات ناجمة عن ظاهرة الهجرة في منطقة القرن الأفريقي. وسيبحث المؤتمر خلال الأيام الثلاثة عددا من الموضوعات ذات الصلة بمشكلات الهجرة التي تعاني منها شعوب المنطقة، حيث يتبادل المشاركون الرؤى والأفكار حول السبل الكفيلة لوضع حد لمعضلة الهجرة. هذا ويتسبب تدفق المهاجرين مشكلات أمنية للدول الأعضاء في هذا المنتدى، خاصة لعدم وجود استقرار كامل في الصومال. ويذكر بأن جمهورية جيبوتي باتت مأوى ومنذ حصولها على الاستقلال عام 77 للاجئين الفارين من الصراعات السياسية والمشكلات التي تشهدها بعض الدول المجاورة. وقد استقبل جمهورية جيبوتي الآلاف من هؤلاء المهاجرين في المخيمات الخاصة للمهاجرين وكذلك للاجئين، وانعقد حفل افتتاح أعمال هذا المؤتمر الإقليمي حول الهجرة بحضور مديرة منتدى القرن الأفريقي الكبير السيدة كوثر حسين، وكذلك نائبة رئيس هذه المؤسسة السيدة فلورنس إمباي، إضافة إلى أمين عام وزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد محمد حسين دعالي، ووزير الإعلام السابق والرئيس الفخري لمنتدى القرن الأفريقي الكبير النائب علي عبد فرح، والذي تحدث عن المشكلات والمآسي التي يتعرض لها المهاجرون أثناء هجرتهم بين دول المنطقة، كما تحدث عن الأخطار المحدقة بالمهاجرين خلال رحلاتهم المختلفة خاصة حين يأتون من الصومال. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى القرن الأفريقي الكبير مؤسسة تعنى بجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد شهد الحفل الافتتاحي لهذا المؤتمر الإقليمي سلسلة مداخلات، من بينها مداخلة الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد محمد حسين دعالي، والذي رحب بالمشاركين في مستهل كلمته مثمنا انعقاد هذا المنتدى في جمهورية جيبوتي. ولفت الانتباه إلى أن المشاركين في هذا المنتدى وفي هذا المؤتمر الإقليمي سيبحثون المسائل ذات الصلة بالهجرة ومشكلاتها والتي تعاني منها الدول الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، والجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة لوضع حد لمعاناة المهاجرين. وأشار إلى أن تدفق المهاجرين يتسبب في مشكلات تتعلق بمجال الأمن والاستقرار في بلدان المنطقة. أقامت إدارة الإحصاء والدراسات الطبوغرافية اليوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف دورة فنية في فندق كامبنسكي بالاس بجيبوتي. وترأس حفل افتتاح عمل هذه الدورة رئيس إدارة الإحصاء والدراسات الطبوغرافية السيد ريس علي سلطان بحضور ممثل لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة اليونيسف، وكذلك مجموعة من الشباب المستفيدين من هذا التأهيل الذي يستمر لمدة 3 أيام، ويستفيد المشاركون منه معلومات تتعلق بالإحصاء مما يمكنهم من تحليل المعطيات الإحصائية. ويقوم بتنشيط هذه الدورة خبير من إدارة الإحصاء والدراسات الطبوغرافية في جمهورية جيبوتي، والذي سينقل خبرته إلى المشاركين. هذا ويعد الإحصاء اليوم من أهم العلوم التي تتوقف عليها التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وللإحصاء حصة أساسية من عمل الدول والمؤسسات والمنظمات السياسية والاقتصادية عالميا ودوليا ومحليا. وكثيرا ما يرتهن مصير مشاريع أو قرارات كبرى بالنتائج التي يقدمها الإحصاء في مجال معين، بحسب مدير إدارة الإحصاء والدراسات الطبوغرافية السيد إدريس علي سلطان، والذي دعا المشاركين إلى الاستفادة من خبرة المنشطين الذين يقومون بتدريبهم على مدى 3 أيام.
ألقى عناصر الدرك الوطنية في حي حنبلي بقيادة رئيس المفرزة حسين أحمد أمين ألقوا القبض على مجموعة من الشباب الجنات والذين ارتكبوا أعمال تخريبية طالت إعدادية حنبلي. ويبلغ عدد هؤلاء الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم وهم ينتمون من حي السابع مكرر يبلغ عددهم حوالي 11 بينهم 4 من طلاب المرحلة الإعدادية ويسمون أنفسهم بمجموعة والية. وبحسب المعلومات المتوفرة فإن هذه المجموعة قامت بإتلاف السياج الخارجي لإعدادية حنبلي الأمر الذي أثار عملية انعدام للأمن والاستقرار في صفوف الطلاب وكذلك المعلمين خصوصا ما بعد السادسة مساء. ويأتي اعتقال هذه المجموعة بحسب رئيس مفرزة حنبلي حسين أحمد أمين بعد تلقي المفرزة شكاوى من قبل مسؤولي إعدادية حنبلي وأشار إلى أن هؤلاء الشباب المتورطين في هذا العمل غير القانوني سيتم تقديمهم إلى العدالة. بهذا النبأ سيدتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار. نشكركم على كرم المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل.